مفهوم التفكير الناقد هو بقى الاساس اللي هنبني عليه كل الكلام اللي جاي بعد كده، لان مفهوم التفكير الناقد زي ما قلت قبل كده بيربط لنا مهارات التفكير العليا كلها، وبيوضح لنا النقطه اللي هننطلق منها فيما يخص التفكير التقاربي وحل المشكلات والعلاقه بين الانواع العليا كلها. النقطه الاهم من كده، عايزك واحنا بنعرض التعريفات تركز على العمليات الفرعيه او المهارات الفرعيه، وده مفهوم جديد خلي بالك منه هتتعلمه معانا، المهارات الفرعيه اللي تحت التفكير الناقد. التفكير الناقد مظله تحتيها مهارات فرعيه، يعني مثلا تفسير، تقويم ادله، استنتاج، تقويم حجج، تقويم مناقشات، حوار، مش عارف، دي كلها بقول عليها مهارات فرعيه او عمليات فرعيه داخل التفكير الناقد او جزء من عمليات التفكير الناقد. فانا عايزك واحنا بنعرض كل تعريف تركز على المعمليات المعرفيه اللي ركز عليها كل تعريف، عشان هنيجي في الاخر هقول لك في تدريب، اديني حرقته لك اهو من دلوقتي، طلع لي العمليات الفرعيه اللي في التعريف ده. واحنا بنعرض التعريفات، اولا في تعريفات هتبقى اهم من اخرى. ليه؟ عشان طالع منها تصنيف، يعني مثلا تعريف فاشيون واند فاشيون وتعريف جليسر دول مهمين، لان طالع منهم تصنيفات للتفكير الناقد وعاملين اختبارات، اللي هو اختبار واتسون وجليسر في الباب السادس في الكتاب، او اختبار كاليفورنيا. يبقى التعريفات، في تعريفات مهمه قوي وفي علماء كبار، وفي تعريفات عادي تفهمها وتاخدها من اي باحث تاني او بنفس المعنى. فركز معايا في النقطتين دول. في الاخر، اخر نقطه هنقف عندها ايه؟ العمليات الفرعيه اللي ركزت عليها كل التعريفات. فمثلا عندنا تعريف جون ديوي. جون ديوي قال ايه؟ قال جوهر التفكير الناقد هو عمليه التمهل في اصدار الاحكام. يبقى اول عمليه اهو كلم اول تعريف فيها اصدار حكم، يبقى التفكير الناقد فيه اصدار حكم. في تعريفات كتير، يعني تعريف مثلا ابراهيم وجيه محمود الله يرحمه، التفكير الناقد عمليه تقوم على تقصي الدقه والملاحظه والدقه في فحص الوقائع ومراعاه الموضوعيه في العمليه كلها والتقيد باطار العلاقه الصحيح من اجل اصدار الاحكام. اهو برضو راح للنقطه اللي اتكلم فيها التعريف الثاني وهي اصدار الاحكام. الله، يبقى التفكير الناقد فيه ملاحظه، يبقى فيه مراعاه دقه وموضوعيه، يبقى فيه تحقق وتمييز بين حقيقه وراي، يبقى فيه منهجيه علميه، يبقى فيه اصدار احكام. ترتيب العمليات دي مش مهم دلوقتي، خليك معايا ايه اهم العمليات اللي بتتكلم عنها كل التعريف. واتسون وجليسر قلنا هنقف عنده كتير عشان ده عليه اختبار بيقيس التفكير الناقد وعامل تصنيف للابعاد اللي هي مكونات التفكير الناقد، يعني في علماء كبار عملوا تصنيف للمكونات بتاعه التفكير الناقد ونشروها، فدول طبعا شغلهم اهم من شغل غيرهم. فواتسون وجليسر قال التفكير الناقد هو المحاوله المستمره لاختبار الحقائق او الاراء في ضوء الادله التي تسندها. يبقى في حاجه اسمها ادله، يعني ايه دليل؟ الدليل هو حقيقه او شيء ايفيدنس، يعني ملموس يمكن الارتكاب اليه في الوصول الى النتيجه او الحل، ويمكن التحقق من صحته. هقول الكلام ده واحنا بنشرح الاستدلال بعد كده. او بدلا من القفز الى النتائج، يبقى التفكير ما فيهوش قفز النتائج، التفكير بتمشي خطوات منطقيه وبتراعي المنهجيه العلميه بتوصل لنتائج صحيحه. ويتضمن معرفه طرق البحث المنطقي التي تساعد في تحديد قيمه مختلف الادله. ده تعريف اهم من التعريفات الاخرى لان عليه اختبار واتسون وجليسر وعاملين تصنيف للابعاد. في تعريف جيلفورد وهيفنز 71، في تعريف عبد السلام عبد الغفار 71، تفكير الناقد القدره على اخضاع المعلومات التي لدينا لعمليه فرز وتمحيص. فرز يعني ايه؟ تمييز بينها وبين غيرها لنرى مدى ملائمتها لما لدينا من معلومات اخرى. يبقى في مقارنه اهو، بنفرز يبقى فحص او ملاحظه او دقه، وفي مقارنه وفي اصدار حكم وفي ادله وتقييمها. شوف كل ده في التامين اللي بيديهولي التعريفات، انا مش جايبه من عندي. وقد بحطها ب 78، تفكير الناقد يقوم على الاستدلال. دي عمليه مهمه جدا في العمليات الفرعيه للتفكير الناقد. الاستدلال هو تقديم الدليل على صحه النتيجه زي ما قلنا، او طلب الدليل. اجي اقول لك، تيجي تقول لي الدكتور خالد موجود في المبنى ده دلوقتي، اقول لك عرفت ازاي؟ تقول لي عربيته موجوده قدام المبنى، اقول لك ما يمكن شبه عربيته، تقول لي لا عارف رقم اللوحات السياره شفته وهو داخل. يبقى انت بتقدم لي الدليل على صحه النتيجه اللي انت وصلت لها باستخدام مبادئ المنطق. يبقى برجع، لو ارجع للمنطق يبقى استدلال منطقي، لو ارجع للقياس اجي اقول لك انا اطول واحد في الاوضه عرفت ازاي؟ تقول لي هات كل اللي في الاوضه وقفهم جنبي وقيس هطلع انا اطول واحد. يبقى انا استدلال بس رجعت للقياس. يبقى الاستدلال القياسي برجع لقواعد القياس وقوانين القياس.
استدلال منطقي برجع لقواعد وقوانين المنطق، كلها انواع من الاستدلال، والاستدلال فرع من التفكير النقدي. فشوف ضيف على كل اللي قلناهم الاستدلال عمليه فرعيه موجوده، يبقى قلنا ملاحظه، قلنا دقه، قلنا تمييز، قلنا فحص، قلنا اصدار احكام، قلنا تقييم ادله، ودلوقتي بنقول اهو استدلال. فاشن اند فاشن، وده تعريف مهم بقى لان طالع منه تصنيف في الابعاد، هنون في لقاء تاني بعد كده عن ابعاد التفكير الناقد او المكونات العمليه للتفكير الناقد او فروع التفكير الناقد او ابعاده كلها، صح، كلها بنفس المعنى. فتعريف فاشن اند فاشن سنه 1998 ده مهم عن غيره، لانه حكم او بيقول التفكير الناقد حكم على قضيه او موضوع يؤدي الى نتائج جيده في الشرح او في التفسير او التاويل او الترجمه او التحليل او التقييم. كل دي عمليات فرعيه، الشرح والتفسير والتاويل والترجمه كل دي عمليات فرعيه. لو انت ماسك ورقه وقلم طلع العمليات الفرعيه كلها، هتلاقي عمليات مشتركه وهتلاقي حاجات اختلفت فيها التعريفات وحاجات اتفقت فيها. فيما يتعلق بالبرهان او الاثبات، اثبات بقى يعني ايه؟ يعني بستدل او بديك الدليل على صدق النتيجه زي ما قلنا اللي انا وصلت لها بطريقه منطقيه. تعريف احمد زكي صار، التعريفات كتير بقى جدا عندك وارجع لها في الماتيريال عشان الوقت. في تعريف اجرائي ممكن نلخص كل اللي قلناه، التفكير الناقد نشاط عقلي هادف يقوم على مهارات فرعيه او مهارات معرفيه خاصه كالاستدلال اهو، وتنظيم المعلومات وفرز وتحليل وتقويم وادراك واصدار احكام. ممكن نخلي اصدار احكام دي في الاخر، ومراعاه للدقه في فحص الوقائع وادراك اطار العلاقه الصحيح. كل دي عمليات فرعيه من التفكير النقدي. التدريب اللي انا قلت لك عليه وقلته في اول محاضره اول اللقاء، استنتج اهم العمليات المعرفيه التي يتضمنها التفكير الناقد. انا ممكن اقول لك اجابتي، انما انا عايزك انت ترجع للي قلناه وتلخص اهم العمليات الفرعيه. طيب مفهوم التفكير الناقد لو اتسالت فيه سواء سؤال موضوعي او سؤال مقالي، بتتكلم يعني ما ينفعش تقول تفكير ناقد من غير ما تقول كلمه اصدار حكم، ما ينفعش تقول تعريف للتفكير الناقد من غير ما تقول تقييم ادله، ما ينفعش تقول كلمه تعريف ناقد من غير ما تجيب سيره استنتاج واستقراء وتحليل. وهقول بعد شويه الفرق بين الاستنتاج او الاستقراء والاستنباط. ما ينفعش تقول تفكير ناقد من غير ما تقول اتخاذ قرار او تقييم ادله، يبقى في اتفاق. ما ينفعش تقول تفكير ناقد من غير ما تقول حل مشكلات، يبقى التفكير الناقد كمان في حل المشكلات. وهنقول في لقاء تاني العلاقة بين التفكير الناقد وحل المشكلات وعلاقة التفكير الناقد بالإبداع، ويمكن أنا اتكلمت عنها قبل كده. التفكير الناقد فيه علاقة بينه وبين التفكير التأملي، أو حتى في أحد التعريفات التفكير الناقد هو تفكير تأملي معقول. معقول يعني بيتفق مع قوانين المنطق، يعني عقلان من العقلانية، مركز على اتخاذ قرارات، أهو اتخاذ قرار أو إصدار حكم، اتنين نفس المعنى تقريبا. بشأن ما نصدقه، نصدقه يبقى أنا جبت الدليل عليه، يبقى استدلال. شوف العمليات كلها، اي تعريف حلو ماشي نوافق عليه يكون فيه العمليات الاساسيه كلها الفرعيه المكونه للتفكير. وضع فرعيات فرضيات واسئله وبدائل وخطط. في تعريفات بقى بتركز على ان التفكير الناقد في مستويات التفكير العليا. في تعريف يقول لك التفكير الناقد احد مستويات التفكير العليا، ماشي، الذي يتضمن فحص وتقييم الاراء وجمع البيانات وتحليلها وفرزها من اجل اصدار احكام بناء على قوانين المنطق. اشوف ملخص لي العمليات كلها. التحقق والمحاوله المستمره لاختبار الحقائق والتمييز بينها وبين الاراء. هنتكلم بعد كده بالتفصيل عن التمييز بين الحقائق والاراء، مهاره اساسيه في التفكير الناقد. في ضوء الادله، مش اي حاجه اقول عليها دليل، اتحقق من صدق المعلومات. زي القاضي في المحكمه كده، اشهر مثال على التفكير الناقد اخواننا في كليه الحقوق وكيل النيابه او القاضي في المحكمه. لابد يفكر تفكير ناقد كي يصدر احكاما صحيحه او عادله، لابد انه يفكر تفكير ناقد كي يتحرى الدقه ويصل الى المجرم ولا الجاني ولا المسؤول عن القضيه والمشكله. يبقى اذا الناس كلها محتاجه التفكير الناقد، بس الدرجات متفاوته وهنقول ازاي بعد كده في التطبيق. هتلاحظ ان في قواسم مشتركه بين كل التعريفات، يعني كل التعريفات قالت اصدار حكم، اغلب التعريفات قالت حل المشكلات، اغلب التعريفات قالت استقراء واستنباط واستنتاج، بعض التعريفات قالت من مستويات التفكير العليا، وبعض التعريفات قالت ربطت بينه وبين التفكير الابداعي او التاملي والمهارات الاساسيه. ولكن في قواسم مشتركه كلهم اتفقوا عليها زي ما قلت،
ان التفكير الناقد ايه له عمليات فرعيه ويؤدي الى نتيجه او اصدار حكم. السؤال اللي في التدريبات، هل يرتبط التفكير الناقد بمرحله عمريه؟ طبعا انا ما بقدرش ادرب الاطفال الصغيرين اللي هم سن ابتدائي واعدادي على التفكير الناقد من اول ثانوي وجامعه وطالع. ممكن. ليه؟ لانهم لازم يكونوا وصلوا لمرحله التفكير المجرد. في اساسيات في التفكير واللي يتعمق فيها يعرفها، نظريات علميه كتير، ان لازم عشان نتدرب على التفكير الناقد يكون وصلنا لحاجه اسمها التفكير المجرد، اللي هو التفكير المبني على الرموز والاشياء التي ليس لها مقابل مادي ملموس. اجي اقول لك الحق والخير والحريه والعداله، غير لما اجي اقول لك برتقانه وفاكهه وحاجات ملموسه انت بترجع في الذاكره الطفل بيفهمها. انما التفكير المجرد محتاج مستوى عقلي اعلى من المرحله العمريه. خلاص، في مهارات كتير في التفكير الناقد وفي ابعاد للتفكير الناقد هنتكلم عنها بالتفصيل في جزئية الأبعاد أو مكونات العملية للتفكير الناقد، ولكن زي ما قلت مفيش خلاف على الأبعاد الأساسية لابد يعكسها أي تصنيف. في واحد يعني تصنيف إنس، وإنس على فكرة من المشهورين في التفكير الناقد جدا، قال تعريف المشكلة والاستدلال وحل المشكلة، يبقى ركز على ثلاث نقط. في تصنيف لواحد اسمه أوديل ودانييلز قال مهارات التفكير الاستقرائي. الاستقراء يعني من الخاص الى العام، يعني باخد شويه حالات خاصه واطلع بنتيجه او قاعده عامه منها واستنتج. الاستنباط عكس الاستقراء، من العام للخاص. يبقى هنا الاثنين موجودين في الاستدلال والاثنين موجودين في التفكير الناقد. فتصنيف اوديل ودانييلز ركز على فكره التفكير الاستقرائي والتفكير الاستنباطي والتفكير التقييمي. التقييمي بقى عشان فحص الادله. عرفت ازاي مثلا يقول لك الخطاب ده قاله الرئيس عبد الناصر؟ عرفت ازاي ان الرئيس عبد الناصر قال الخطاب ده؟ هل رجعت لمؤسسه الرئاسه؟ هل رجعت لوثائق تاريخيه؟ هل فاهمين؟ يبقى بيقيم الدليل ويشوف ايه مدى مصداقيته. مهم جدا بقى تصنيف واتسون وجليسر. ليه؟ لان في اختبار بيقيس التفكير الناقد اسمه واتسون وجليسر، يبقى مبني على التعريف ده ومبني على الابعاد دي. طيب واتسون وجليسر قالوا ايه؟ قالوا ان التفكير الناقد بيتكون من مجموعه من المهارات الفرعيه. ايه المهارات دي؟ قالوا التنبؤ بالافتراضات. الافتراض يا جماعه برضو عشان الكلمه دي هتتكرر كتير، او الفرض العلمي او الافتراض العلمي، يعني ناخدهم الاثنين دلوقتي بمعنى واحد، اللي هو ايه؟ تنبؤ او محاوله تفسير للمشكله، ولكن لم تصل الى درجه الحقائق بعد. بنختبرها ونستدل عليها ونشوفها حلت المشكله ولا لا. فالافتراضات يتم ايه بنائها قبل حل المشكله. مهاره التفسير وتقويم الحجج، والاستنباط وتقويم الاستنتاجات. يعني ما اوصل الاستنتاج عندي قدره على تقويمه ولا لا؟ لما اوصل من الخاص للعام، يعني الاستنباط من العام للخاص عندي قاعده بطبقها على حالات فرديه. تقويم الحجج، الحجه هي نتيجه، بس النتيجه لها قوه الدليل، فاقدر اقيم الحجه زي ما بيقولوا او اقدر اثبت صحتها ولا لا. التفسير، انت قلت النتيجه تقدر تفسرها ولا لا. كل دي مهارات فرعيه مبني عليها تصنيف واتسون وجليسر ومبني عليها ايه ابعادهم في تفسير التفكير الناقد. في تصنيفات كتير قوي وهنرجع لها تاني في المكونات العمليه. تصنيف فاسيون اند فاسيون 1998، واتكلمنا عنه في التعريفات، وركز على مهارات زي التفسير والتحليل والتقويم. كل دول قالهم واتسون وجليسر. لو سالتك برضو في التدريب جاي تدريب بعد كده، قارن بين التصنيفات، يبقى هو اتفق مع واتسون وجليسر في التفسير والتحليل والتقويم والاستدلال، اضاف عليه تنظيم الذات او سيلف ريجوليشن، ودي مهاره شخصيه يعني ممكن لو في وقت نبقى نتكلم عن تصنيف كاليفورنيا. واحد هيقول لي تصنيف كاليفورنيا مهم ليه؟ هقول لك لان ليه اختبارات في الفصل السادس، فانت تبقى عارف ان انت بتقيس ابعاد الايه المفهوم بايه. التحليل والتقويم والاستنتاج اهو اتفق فيهم مع واتسون وجيسر ومع فاسيون اند فاسيون 1998. طب اضاف ايه؟ اضاف الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. و ممكن لو قلنا تدريب عليهم بقى اقول لك قارن بين التصنيفات كلها اتفقت في ايه واختلفت في ايه، او اديك مجموعه من النشاطات واقول لك اي من هذه النشاطات اقرب للتفكير النقد. انا قلت مثال، وعندك امثله كتير في شيت الانشطه والتدريبات. القاضي في المحكمه، وكيل النيابه في النيابه، المدرس لو الدبلوماسي لو بيدير مفاوضات مع دوله اخرى محتاج مهارات تفكير ناقد، الطالب اللي قاعد بيحل مساله. طيب النقطة المهمة اللي عشان ما ننساش، التفكير الناقد ينتمي لأي من النوعين الكبار اللي قلناهم المرة اللي فاتت، التفكير التباعدي ولا التفكير التقاربي؟ لا، التفكير الناقد ينتمي للتفكير التقاربي، لأنه تفكير بيسلك مسار معين أو بيمشي في اتجاه معين للوصول إلى
نتيجه وبيحاول يتحقق اهو بقى تقييم الادله والكلام اللي قلناه كله من صدق هذه النتيجه ويقيم عليها الدليل ويوصل للنتيجه. خلاص؟ فأهم حاجات تاني سريعا في هذه النقطه هي يعني ايه تفكير ناقد. اهم تعريفات التفكير الناقد، ما ننساش التعريفات الإبرائية أو التعريفات الشاملة اللي تلخص التفكير الناقد يعني إيه؟ إن إحنا نركز على المهارات الأساسية أو المكونات الأساسية للتفكير الناقد زي التحليل وزي الاستدلال بأنواعه سواء استقرائي واستنباطي، زي التقييم سواء الأدلة أو تقييم المناقشات أو الحوارات، زي التفسير والشرح، زي إصدار الأحكام وإقامة الحجج على البيانات أو الأدلة. وفي الاخر في ابعاد بقى وفي تصنيفات اشهر من غيرها لانها عملت اختبارات بتقيس التفكير الناقد زي واتسون وجليسر وفاشيون اند فاشيون واختبار كاليفورنيا الشهير. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.